السلام عليكم متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم، أتمنى أن تكونوا بخير وفي صحة جيدة. لا تنسوا الاشتراك على قناة مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات وشير لتقاسم الفيديو بينكم. في فيديو اليوم سأقدم لكم وصفة للتخلص من الإكزيما، هذا المشكل الجلدي الذي يصيب العديد من السيدات والرجال على حد السواء. اليوم سأقدم لكم وصفة سهلة بزيوت طبيعية تعمل على ترطيب البشرة وعلاج هذا الجفاف الذي يؤدي للإكزيما، بحيث تعمل على إرجاع وتثبيت الماء المفقود من البشرة. إذن لعملها سنحتاج إلى زيت جوز الهند، مرطب طبيعي بامتياز ورائع جدا لجميع أنواع البشرة. سأحتاج كذلك إلى زيت الحبة السوداء، سأحتاج إلى زيت الخزامة أو اللافندر، وسأحتاج إلى زيت اللوز الحلو أو العدب. إذن سأصنع كريم للتخلص من الإكزيما. إذن سأأخذ كمية من زيت جوز الهند، يمكنكم أيضا عمل الخلطة في حمام مريم حتى تذوب المكونات، ويمكنكم عملها هكذا بحيث تلاحظوا أن هذا الزيت رطب بعض الشيء. ثم سأضيف ملعقة من زيت اللوز، سأخذ كميات متساوية، يمكنكم عمل أكثر، ملعقة ثم أيضا ملعقة أخرى من زيت الخزامة، وملعقة كبيرة أيضا من زيت حبة البركة. إذن بهذا الشكل، ثم سأقوم بخلط المكونات بهذا الشكل حتى تتجانس وتصبح عبارة عن كريم. إذن هكذا تخلط جيدا حتى تصبح متماسكة ومتجانسة. وفي هذا الفصل عندما يبدأ الجو الساخن، فإن زيت جوز الهند يذوب وسيصبح الكل سائلا، على عكس فصل الشتاء سيتجمد ويعطي ما يشبه الكريم. إذن هكذا هذا ما تحصلون عليه، رائحته جميلة جدا، كما أنه سيعمل على علاج الإكزيما بشكل رائع جدا، لأنه يحتوي على تركيبة من الزيوت الرائعة. إذن هكذا حصلنا على خليط من الزيوت. إذن هذا الخليط تقومون بدهنه على الأماكن المصابة، طبعا بعد غسلها وتنشيفها جيدا، تقومون بدهنها وتركها على المنطقة، وهكذا في كل مرة تغسلون وتنشفون المنطقة وتدهنون هذا الكريم، تداومون عليه يوميا والمدة التي تشاءون. أفضل أن تكون مدة طويلة، لأن الإكزيما من الأمراض الجلدية التي تتطلب الوقت حتى تشفى، رغم أنكم ستلاحظون نتيجة أولية أنها اختفت، لكن يجب المداومة عليها. إذن أتمنى أن تكون وصفة اليوم قد نالت إعجابكم ونالت استحسانكم. إن أردتم الوصفات مكتوبة زوروا موقعنا مفتاح الحياة وكذلك صفحتنا على الفيسبوك، وإلى اللقاء في وصفات قادمة ومجربة.